هنعمل مشروب الكنتالوب بالزبادي والمانجا. طيب انا عندي هنا ايه؟ عندي كنتالوب، عندي مانجا، عندي زبادي، عندي عسل، عندي شويه تلج، وعندي هنا شويه عصير برتقال. طيب بسرعه قوي كده ننزل الفاكهه والتلج الاول وننزل بعد كده ببقيه المكونات. ننزل المانجا اول حاجه اهو. والكنتالوب. هنزل بعد كده بالتلج. الزبادي. العصير. واخر حاجة خالص العسل. وهنغطي وهنسيبه يتضرب كده مع بعض. زي الفل. هتضرب شويه كده ازيد عشان احنا حاطين حاجات كتير قوي على بعضها، الكنتالوب، المانجا، التلج، فبس نتاكد ان احنا خلصنا كل حاجه. الكاسات بتاعتنا وعلى طول هننزل. بصوا اللون والله. شاليمهاتنا الظريفة. ونبقى بكده خلصنا